الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط رغم ارتفاع أسعار النفط العالمي، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 4 دولارات ليصل إلى 69 دولارا و 55 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 4 دولارات ليصل إلى 72 دولارا و 10 سنتات للبرميل. وارتفعت أسعار النفط العالمي لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 83% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 190 مليون دولار. وذكرت مصادر مالية أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 222 مليون و 599 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط 45 شاحنة محملة بمواد مخالفة في مديرية جمرك المنطقة الشمالية. وذكرت هيئة الجمارك أن الشاحنات المضبوطة محملة بأدوات احتياطية تشمل الدجاج والأدوات المنزلية والأدوية البشرية وورق المقوى والمواد الغذائية وأدوات المصعد ومستحضرات التجميل وأنابيب بلاستيكية ومواد إنشائية متنوعة ومواد أخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستراتيجية. أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبقوليات التركية فيسيل ميمش أن العراق ثاني أكبر مستورد للحبوب والبقوليات خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وقال ميمش إن تركيا صدرت 196 مليون دولار من الحبوب والبقوليات في شهر تشرين الثاني بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبيّن أن إيران والعراق وإيطاليا احتلت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول التي صدرت إليها أكبر عدد من صادرات تشرين الثاني، وأن الأسواق الثلاثة غطت 36% من صادرات المنطقة. أكد تقرير لوكالة بلومبرج أن الدول الفقيرة تواجه أزمات اقتصادية متصاعدة بعدما شجعت وول ستريت دولا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا على الاقتراض وسط ارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد الديون. وأوضحت الوكالة أن هناك أزمة ديون تختمر في جميع أنحاء العالم النامي، ويتعين على الدول الفقيرة المعروفة لدى مستثمري العالم الغني باسم الأسواق الحدودية أن تسدد نحو 200 مليار دولار من السندات والقروض الأخرى. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.